هياكلهم أضحت قليلا من الجلد والعظم، وبالكاد يقدرون على التنفس. عبارة وصف بها المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية ديفيد بيزلي أطفالا يعانون من سوء التغذية الحاد بعد زيارته لمستشفى الأطفال في الحديدة. بيزلي وجه نداء باسم الإنسانية إلى كافة الأطراف المتحاربة لتدع الأطفال يعيشون وتسمح للناس بالبدء في إعادة بناء حياتهم من جديد. هذا ليس النداء الأول من مسؤول أممي شاهد بعينيه مقدار فظاعة الحرب خاصة على الأطفال، وبالتأكيد لن يكون الأخير، فلا الحرب توقفت ولا الأوضاع الإنسانية والصحية توقفت بدورها عن التدهور والهرولة نحو الأسوأ. أما المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خيرت كابيلاري لم يخفي فزعه أثناء زيارته لمستشفى 22 مايو في همدان بصنعاء من تردي الأوضاع وخطورتها بسبب الحرب لا سيما على الأطفال، حيث يعاني أكثر من 1,300,000 طفل من سوء التغذية الحاد الشديد. 400,000 منهم أثر فيهم سوء التغذية الحاد بشكل مباشر بحسب آخر إحصائية للمنظمة. ولأجل الوضع الكارثي الذي لا يمكن الحد منه حالياً، تعتزم وكالات الأمم المتحدة توسيع نطاق مساعداتها الإنسانية في اليمن بمختلف المناطق أملاً في الوصول إلى أكبر عدد من الناس ومن ثم إنقاذهم وتغيير حياتهم.